بدأ الميران كعادته في تمام 9:30، لم يكن فيه أي شيء غير عادي. جميع اللاعبين يحضرون، الكل يجتهد منذ البداية، إلى أن انتهى الجهاز الفني للأهلي آنذاك بقيادة مانويل جوزيه من تعليماته للاعبين أثناء الجري حول الملعب. يدخل الفريق في تدريبات الكرة، الجميع كان يقترب من تلك اللحظة المفاجئة. لم يفكر أحد ولا حتى عبد الوهاب أنه سيذهب إلى الميران، لن يعود إلى بيته. عقب دقائق من بداية ميران الكرة، وفجأة من دون مقدمات يسقط النجم الراحل محمد عبد الوهاب على الأرض ليرتمي على جانبه الأيسر. يحاول الجميع إفاقته. طبيب الفريق الدكتور إيهاب علي آنذاك يهرول إليه مسرعا، يحاول اللاعبون التهوية عليه لإفاقته. يضغط دكتور إيهاب على صدره بقوة، يحاول معه أحمد ناجي مدرب الحراس السابق بالقلعة الحمراء، إلا أنه كان قد فارق الحياة. عبد الوهاب مات، هكذا قالها الدكتور إيهاب علي وهو يحاول إفاقته، لتصل سيارة الإسعاف لتنقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات القريبة من النادي بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في أحضان مختار التتش. لحظات من اليأس والبكاء ارتسمت على وجوه لاعب الأهلي الذين سارعوا خلفه ليفاجأوا بواقع الأمر، وما هي إلا لحظات حتى تجمع جميع مسؤولي النادي الأهلي ليغادروا مقر النادي إلى بلدته بالفيوم. من بعدهم يغادر الصحفيون، حيث خصص النادي الأهلي أتوبيسات لنقلهم من مقر النادي بالجزيرة لحضور جنازة الفقيد الذي راحت حياته حبا في النادي الأهلي. هتوحشنا وحتفضل صورتك في عينينا وحتفضل روحك حوالينا، ارتاح في الجنة يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب، يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب. بدأ الراحل محمد عبد الوهاب حياته في عالم ساحرة المستديرة في مركز شباب سان نورس وهو في 14 من عمره. عن طريق مدربيه ذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك، اجتازها بنجاح. استمر في التدريب مع فرق الناشئين 4 أشهر، لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك فانتقل لمركز شباب الألمونيوم ومنه إلى الفريق الأول. نتيجة لتألقه في صفوف الألمونيوم اختاره الكابتن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب الشباب عام 2003 للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب رقم 13 في بوركينا فاسو، هي البطولة التي أحرزتها مصر بعد تغلبها في النهائي المثير على كوت ديفوار 4-3. كان محمد عبد الوهاب قد سجل هدف فوز مصر على مالي في دور الأربعة. عبد الوهاب برز بشدة كلاعب يلعب بقدمه اليسرى، تميز بتسديدات قوية وكرات عرضية متقنة، هو ما كانت الكرة المصرية تفتقده في الأعوام الماضية، حتى أن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب الشباب دأب على إشراك اللاعب الراحل في مركز لاعب الوسط الأيسر في بداية انضمامه لمنتخب الشباب. تألق عبد الوهاب في هذا المركز خلال كأس الأمم الإفريقية التي توجت مصر بلقبها. لم يكتفي عبد الوهاب بالتألق فقط، أحرز هدفا حاسما في شباك أصحاب الأرض في مباراة الدور قبل النهائي من ركلة حرة مباشرة أصبحت بعدها ماركة مسجلة باسم النجم الراحل، حرص على التسجيل منها باستمرار. من كأس الأمم الإفريقية إلى كأس العالم بالإمارات وصل عبد الوهاب مشاركته بانتظام مع منتخب مصر، ازداد تألقا بعد أن عاده شحاتة إلى مركز الجناح الأيسر المدافع الذي يجيد فيه كثيرا. خلال كأس العالم جذب عبد الوهاب أنظار نادي الظفرة الإماراتي الذي يلعب في الدرجة الثانية، ضمه من الألمونيوم لمدة 4 سنوات. لكن عبد الوهاب لم يرتدي قميص الظفرة أبدا، فالنادي الإماراتي أعاره في الموسم الأول إلى إمبي الذي كان في بداية بزوغ نجمه في الدوري الممتاز، ومن ثم ضمه الإيطالي ماركو تارديلي للمنتخب الأول استعدادا لبدء تصفيات كأس العالم. وضع عبد الوهاب بصمته في مشاركته الأولى الدولية بهدف في شباك السودان في مستهل مباريات التصفيات.
لم يفت تألق عبد الوهاب الشديد على مسؤول الأهلي الذين سارعوا باستعارته لمدة موسمين من الظفرة. بات عبد الوهاب لاعبا مهما في صفوف الأهلي ومنتخب مصر، لا سيما بعد مشاركته الإيجابية في فوز الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء. محمد عبد الوهاب في المدية، عاوز يشوط وشاط، والهدف الأول لنادي الأهلي بعد مضي 6 دقايق. عاوز يشوط وشاط، خلاص رجليه سلكت، وأصبح من اللعيبة لما يبطلوا نقدر نقول زي ما بنقول كده هوت اللعيبة الشويطة زمان، رفعت فناجيلي وعبد النصحي وطارق سليم واللعيبة القوية جدا ديت، نقدر نقول بعد عمر طويل محمد عبد الوهاب، والنادي الأهلي يتقدم بعد 6 دقايق. شوف حضراتكم جامدة ولا يقدر يعمل فيها حاجة. وضح النضج على عبد الوهاب رغم أنه لم يكمل عامه 23 بعد. قاد الجبهة اليسرى للأهلي بثبات وثقة في النصف الثاني من موسم 2005-2006، كان سببا في انتصارات عدة للقلعة الحمراء محليا وإفريقيا. تميز عبد الوهاب بدماسة الخلق وعلاقاته الطيبة في الوسط الرياضي، ظهر هذا واضحا في جنازته حيث حضر جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من معظم الأندية المصرية. الجميع أجمع حينها على افتقاد الكرة المصرية لواحد من أنقى وأطهر اللاعبين خلقا قبل الأداء داخل المستطيل الأخضر. ظل عبد الوهاب طوال حياته عاشقا لساحرة المستديرة، وإن كان رحل عن عالمنا بجسده صباح يوم الخميس الموافق 31 من أغسطس عام 2006 في أحضان مختار التتش، إلا أنه ما زال باقيا بروحه محفورا في قلوب عشاقه وجماهيره والوسط الرياضي.